تزخر مدينة بيت لحم بالعديد من المواقع الهامة ذات الأبعاد الدينية والثقافية والمعمارية، وعلى بعد أمتار قليلة من كنيسة مهد المسيح افتتحت دار المجوس. هذا المبنى الذي حافظ على عبقه التاريخي على مر السنين، وتعتبر حجارته شاهدة على أصالة الوجود المسيحي في موطن يسوع. مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة زارت الدار وأعدت التقرير التالي. على خطى المجوس ومنذ أكثر من 2000 عام، حين قدم 3 من المجوس من بلاد بعيدة ليقدموا الهدايا لميلاد الطفل يسوع في مغارة بيت لحم، على خطاهم تم افتتاح مؤسسة دار المجوس بروتيرسانتا، والتي تبعد أمتارا قليلة من كنيسة المهد. دار المجوس المبنى القديم الذي استغرق ترميمه 3 سنوات متتالية، ولتصبح مؤسسة تدعم المجتمع المحلي وتدعم الحجيجة للأراضي المقدسة. مؤسسة بروتيرسانتا هي مؤسسة موجودة في الكورشير كلاوست، تابع كمان للفرانسيسكان تبع حراس الأراضي المقدس، وإن شغلنا أكثر شيء اجتماعية مع المساعدات أو التربية مع المدارس وتطوير مع الإدوكيشن والدورات والفوكيشنال ترينينج. إحنا موجودين هون في المبنى كتير قديمة، نسمينا المبنى جديد دار المجوس. هذا المبنى كان تابع لعائلة فليفل، عائلة من بيت لحم، وهذا المبنى من أقدم مبنى موجودين في وسط البلد تبع بيت لحم، وأكيد في الباب الكنيسة في موقع استراتيجي من كل يوم من كل السياح اللي بيجوا البلد أو بيرجوا من الكنيسة للباصات بيمشوا من هاي الطريقة. المبنى هي 3 طوابق، سميناه هذا المشروع دار المجوس عشان المجوس هم بالنسبة للدين المسيحية الملوك اللي هاجوا من برا وجابوا هدايا مهمة زي الذهب بخار للطفل يسوع للجمال اللي ولد في بيت لحم. هنا في البونة هذا ما كسرنا فيها، وكل شيء انتوا بتشوفوا جوا كله فكرة وشغل بيت لحم، كله فكرة وشغل فلسطين من المهندسين للمفروشات، عشان في البونة هذا إنا بدنا نحكي الجمال دائما. لما أنا مفكر موضوع فلسطين أو برا لجانه مفكر دائما مشاكل دائما، كله مزبوط، بس برضو هنا هون من الفرج للعالم اللي حيله تبع الناس الإنسان الفلسطينية والجريت بوتينشال الفرصة اللي هم عندهم عادوا يشي للعالم. على مدخل المبنى نرى عملا فنيا يمثل المجوس وقصة المجوس الثلاثة. هذا السكالبتشر تبع المجوس نسبيها واحد فنان فلسطيني طارق صلصة، والمجوس اللي موجودين هون من أقدم صورة المجوس نسكة اللي موجودين في الفوسيفيسا في منطقة رافينا في إيطاليا. هلا في شيء هيلو ليش سوين هذا السكالبتشر هون في طريق الكنيسة؟ الجايدات بيقولوا دايما اللي بتزور الكنيسة اللي وقت الفارسي، الفارسي خربوا كل الكنائس والمهان المقدس في الأراضي المقدس غير الكنيسة المعهد. ليش؟ عشان بيقولوا في كنيسة المعهد كان في سكالبتشر أو فوسيفيسا أو إيش زي هذا، وين المجوس بلبسوا زي الفارسيين زي الفارسي. عشان هيك اليوم الكنيسة المعهد الكنيسة الوحيدة اللي بنى قسطنطين لسه موجودة. والمركز مكون من 3 طوابق رمم من الخارج والداخل، ويحوي على عدة غرف وقاعات للاجتماعات ودراسات متعددة منها الموسيقية والفنون والمطبخ وغيرها الكثير من النشاطات المتنوعة، وبازار يحوي على منتجات عديدة من عمل أفراد ومجموعات من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومغارة قديمة تعرض فيها قصة الميلاد وحتى يومنا هذا قصة بيت لحم وبتقنيات عالية وجديدة. كذلك نرى وجود لوحة رسمت بريشة فنان إيطالي، والتي من خلالها جسد الماضي والحاضر
ونرى أيضا لوحة فسيفسائية لخريطة مادبا للأراضي المقدسة صنعت بأيادي فلسطينية، والتي من خلالها تجسد نفس خريطة مادبا في الأردن. دار المجوس هدية فرنسيسكانية للمجتمع التلحمي، والذي من خلاله يتعلم الإنسان بر يسوع، وهو المحبة والمصالحة والعطاء والسلام، والسير على خطى المجوس الذين قدموا الهدايا للطفل يسوع. لنورسات مارلين الحدوة من مبنى دار المجوس بيت لحم.